اكتمل واندفع على بركة الله لسابع الأشواط. هذا الشوط للأفراس الخيل العربية التي لم تربح والتي ربحت سباق واحد. هذه الأفراس الأصيلة تتنافس على مسافة الميل. هنا السباق يبدأ مع جراءة عذب المرشح الأقوى للفوز بهذا الشوط، وهي الأعلى تصنيف بشعار اسطبل عذبة للسباقات، يقود أليكسس مورينيو. فيما نشاهد هنا المتابعة من شبلة بارح ابنة إيف بارح الكفوف بشعار عمر اثنيان، يقود أصيل السرحاني. فيما نشاهد ثالث المراكز لطربية النايف ابنة داحس بشعار اسطبل عذبة مع نواف المضياني، فيما من خلفها هيبة ابنة مستر جينكوس لاسطبل عديات القائد مع الخيال عبد الله العوفي. فيما نشاهد ايضا سعديه دي كاستنغول بشعار حسن علي فرحان الغامدي مع نايف العنيزي وتواقه الشهيب ايضا خلف الاسماء المتصدره. هنا نشاهد جراءه عذبه الى المركز الاول توسع الفارق هنا مع الكسس مورينيو، تحاول هنا الابتعاد. لا زال إليكسس مورينيو ممسكا بها حتى الآن. طربية النايف بدأت بتقليص الفارق، كذلك حضور قوي من الخارج لسعدية دي كاستنغول، وأيضا تواقة الشيب بدأت بالتحرك بشكل ممتاز مع إيستا دوسليل. هنا الدخول هذه الأفراس للأمتار الأخيرة جراءة عذبة أول الداخلين للخط المستقيم مع إليكسس مورينيو. إذا جراءة عذبة ابنة مهاب ولومكين جيم بشعر اسطبل عذبة للسباقات، الفرس الشقرة البالغة من العمر 4 سنوات الأعلى تصنيف والمرشح الأقوى للفوز بهذا الشوط. هل ستواصل حتى خط النهاية أم يأتي الدخول من آي إس كحل العين التي تندفع بكل قوة مع طارق المنصور؟ هنا آي إس كحل العين بكل قوة من الخارج، دخول قوي ومباغت لتحقق الفوز الأول في سجلها السباقي. آي إس كحل العين ابنة علم الخالدية والأم جمرة للإسطبل الخفاق الأخضر، تدريبات لعبد الله الشهراني والقيادة لطارق المنصور. دخول قوي ومباغت لتخطي